السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع نزيهة. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. هذا الفيديو هذا مختلف شويه، مهم قربنا نمشي ورجعوا لفرنسا. كما كتعرفوا هنايا الحلاقه رخيصه، يعني بالنسبه لها الصباغه لا تقطع، داكشي رخيصه، وقلت نبروفيتي نغير اللوك ديالي. مهم بقاو معايا وتشوفوا اللوك اللي غندير ان شاء الله. ان شاء الله يقبلوا يديروا لي ليماج، حيت عندي لغوش في الشعر، ما عرفش واش غيبغي ولا ما يبغيوش، ولا غتكون الخدمه ولا هذه، مهم ما عرفتش. المهم غتبقاو معايا، غادي نمشي انا عند واحد الولد. كنت سولت البنات في حد اللايف، يقولوا لي شكون شي واحد مزيان في القلعه، قلعه سراغنا، ونصحوني بصالون ريان. انا ما كنعرفوش، غادي ناخذ لي غير طاكسي ونمشي لعندو ونشوف واش يقدر يدير ليا ليماش ولا لا، ويقطع ليا شعري. وهانتوما معايا مشوش بعيد البنات. انا دابا في الصالون، الصالون هذا في العرس في قلعه ساغنا. الولد اللي كان هنايا قال لي صعيب باش يخرج ليا ليماش على الاكاجو، عندي شعري فيه الاكاجو صعيب باش يخرج، غادي نجرب غير واحد الماش وحده ونشوفوا الا خرج لا ما خرجش، غادي ندير غير لون واحد وصافي. هذا هو الحل، حيت الا مسح اللون وداكشي غادي الزغبه غادي تكرفس بزاف، خصوصا غادي نعاودو عاوتاني لون اخر ونعاودو ليماش، يعني غتكرفس بزاف بزاف وانا ما عنديش الوقت. هذا هو المشكل، يعني ما عنديش الوقت نمسح ونعاوتاني نرجع. المهم غيجرب ليا ماش وحده وديك الساعة غادي نشوف واش تخرج ولا ما تخرجش، إلا ما خرجاش صافي خلاص طومبي. ها الولد جاي بيا، وها هو الولد جاي يجرب ليا ماش وحدة. صراحة هاد اللون الأكاجو ولا الأحمر ولا سميتو صعيب صعيب، لا في الأونتروتيان ولا في بزاف د الحوايج، تيخرج لك الشيب دغيا، خاصك دائما تبقاي تصبغي كيكرفس الزغبة. وحتى بلي بيت ندير لي ماشي يعني كومبليكي، خاصك تعاودي صباغه اخرى ولا سميتو كياخذ وقت صراحه صعيب. ودابا راه هذا الولد هذا جاي يجرب في ماش وحده باش نشوفو كي غيطلع اللون ديالها، واش غطلع مزيانه ولا غطلع ليمونيه يعني اورانج. البنات مالوغوزمون ما غيرش يخرج ليا لي ماش، اذا غادي نختار لون واحد غير من هاد اللون هادو، هما اللي يقدروا يخرجوا ليا. الولد نصحني بهذا اللون هذا رقم 5 ماغون كليغ، هو اللي واقيلا غادي ندير، ما عنديش حل اخر. هذا هو المشكل ديال الاكاجو، الناس اللي كيديروا الاكاجو صعيب صعيب باش يخرج ليهم ليماش، ما عنديش حل. ليماش غنحاول نديرهم في فرنسا ان شاء الله ماشي مشكل. المهم غير نحيد عليا هاد الاكاجو لانه خنقني صراحه، خنقني. ناخذ رقم 5 كما نصحني الولد ونقطع شعري وصافي، هذا هو الحل. وانا البنات بقاو معايا ما تمشوش بعيد. صافي البنات، هنا بلي ما خرجتش هذيك ليماج، عرفتي خرجت اورانج ليمونيه 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 قحه، يعني ما كاينش حل اخر. والولد قال لي الشعر ديالك الا عاودنا مسحناه ورجعتي سميتو غادي تقطع لك يتقصف لك الشعر، هو ديجا مقصف، يعني ديجا هاد اللون صراحه هاد الاكاجو كرفس ليا الشعر بزاف، ما غاديش نبقى نديرو نهائيا، باي باي الاكاجو ما غاديش نبقى نديرو صراحه، لانه صعيب بزاف وكيبقى واخا تغسلي شحال مره دائما كيبقى هذاك اللون الاحمر كيهبط دائما. البنات اللي دايرين اللون الاحمر ولا الاكاجو راه عارفين. المهم هاد الولد هذا راه جاي، راه هاد البلاصه هذه مدرسه وفيها الشاف وفيها الناس اللي خدامين معاه. المهم هاد الولد جا دار ليا الماغون كليغ، جدالي المارون كليغ كله شعري كامل. المهم هو اللي نصحني بيه، قال لي راه مزيان الا باش ديري لي ماش من هنا لواحد شهرين ولا شهر ونص بين ما ارتحت الزغبه وداكشي، قال لي مزيان لك هاد المارون كليغ. طبيعه الحال تسنط ليه النصيحه ديالو صافي، وخدم لي صراحه المارون كليغ وبقيت بيه واحد المده. وهانتوما غادي تشوفوا معايا كي غيطلع هاد اللون هذا، ما تسرعوش الفيديو، بقاو معايا باش تشوفوا لي ديطاب اللي درت. وعلى فكره وعلى راه واخا غب العيد وداكشي راه ما تلقايش بلاصتك نهائيا صراحه، ما لقيتش بلاصتي، الناس بزاف فاش غنقول لكم ما عرفت، سبحان الله الدنيا لقيتها عامره، واخا راه العيد يعني فات العيد ومع ذلك عامره هاد المدرسه هادي.
ايوا دابا دزنا الغسل الشعر من هذيك الصباغه. المهم الولد غسل لي شعري وداك الشيء، غير ديفو واحد دار بانه هذيك الصباغه اللي كتشوفوا في الجبهه ديالي الفوق ما مركزش عليها باش غسلها مزيان، لانها طراسات ليا في الجبهه، ما حيدت ليا على يعني على مده واحد يومين يعني. مهم هذا هو الفوت الوحيده اللي دارت، سينو اللي دار الولد وسينو كلشي مزيان. ودابا البنات وصل وقت التقطاع. طلبت منه يقطع ليا ديغرادي، ما تكونش قصيره بزاف. انا صراحه ما كرهتهاش قصيره، ولكن حمزه عزيز عليه الشعر الطويل ووعدته يعني قبل ما نخرج لها ما غنقطعوش بزاف. صراحه ما نقطعوش بزاف، مول انا ما نكذبش عليكم ما عنديش زعما، كنفضل الشعر القصير، سهل في الدوش، سهل بتصايبيه، سهل بزاف الحوايج خصوصا مع الوليدات وداك الشيء. ولكن حمزه عزيز عليه الشعر الطويل، مهم خديت العصا من النص، ما درتو لا قصير ولا طويل باش الامور تمشي هكا. ولدنا شوف الشكل الاخير كي خرج، غير هو دوماج الصباغ خرجت لي هنايا وهنايا، خصني ضروري ندير عند الماكياج باش يحيدوها ليا. وهنايا كنت الدور ديالي باش ندير الماكياج، كاين بزاف الناس اللي كانوا قبلي. المهم البنات بقاو معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه. المهم انا عجبني لا كولور، عجبني زوين صراحه. ايوا نتوما عطيني الراي ديالكم. المهم بقاو معايا كندير الماكياج ديك الساعه وشوفوا معايا النتيجه النهائيه. لا دابا غندير الشفار، شي شفار كيجلسوا قال لي من بين 10 ايام حتى 15 يوم، شفره شفره هو يديرهم لي هاد الولد هذا، وغادي نشوف النتيجه كيفاش. وصراحه كاين ناس بزاف قلت لي هو اللي تمشي ليا بلاصه، انا غادي نتعطل بزاف بزاف بزاف، كاين الناس بزاف في الصالون. مهم الناس نبقاو تشوفو النتيجة النهائية. ايوا مهم هو بدا هاد الولد الخدمة. صراحة أول مرة في حياتي نركب شفار اصطناعيين، نركبهم ولا كاع نلصقهم، يعني غير هادوك اللي تلصقو حيدو غير نهار واحد. اول مره كندير شفار، واخا الحمد لله يعني عندي ربي رزقني شفيرات كومام عندي شفيرات، ولكن اول مره كنديرهم اصطناعيين، غير نجرب نشوف كيفاش القضيه. امين امين ولد لي الشفار لا ريع نفسي اللي شك شي كومونتيرات باش يدير لي غادي تصبر موال غيكلاشي مع عتبان اللي خلى لي الصباغه. لا سي سي غيقول لي عتبان خلى لها الصباغه في وجهها. مش انا اللي صبرت لها باش انت عتبان. اذا تشارجو ميك مزيان؟ بارك عليهم. ها؟ لا بارك بلا ما تشارجيو. ما بقاش عندي الوقت. أنا خفيت ديري شي واحد البلاصة ولا. عندكم تبارك الله ناس بزاف. صافي تماكي راسك؟ ها؟ صافي تماكي راسك لا؟ شوية ماشي بزاف. دابا البنات وصلت وقت المكياج، كيديروا لي هاد البنت هادي وصافي ما مشيش لانني تعطلت بزاف بزاف.
فوالا البنات، دابا هذا هو الشكل النهائي ديال اللوك اللي درت، داروا لي مارون كلير. عطيوني الراي ديالكم كي جا. انا ما كنتش معوله ندير لي فوسيل، هاد لي فوسيل قال لي راه الدقل صغير، كان جوغ يعني ماشي مده طويله، كان جوغ ابخي سي فيني. كي جاكم اللوك ديالي مارون كلير اللي دار لي الولد، او صراحه ما عرفتش انا عجبني صراحه، وقال لي ممكن ندير عليه ليماج ابخي دوما، من بعد دوما نقدر ندير عليه ليماج. فوالا هذا هو هذه تقطع لي دار لي هذيك راهتي. المهم خلصت شي 46000 ريال، 46000 ريال ما بين صباغه وهذيك، ما عرفت والله الا جاتني بحال البخي ديال فرنسا، حتى فرنسا كيديروا بعض المرات التقطيعه والصباغه وداك الشيء، ولكن ما فيهاش لي فوسيل بيان سور، وقيله لي فوسيل اللي غلاو الثمن، كنظن لي فوسيل هما اللي غلاو الثمن. انا ما كنتش معوله عليهم، غير بلي شفتهم كيديروا تما بروبوزام عليا وانا نديرهم. دابا غنشوف الراي ديال حمزه في اللوك ديالي. Ton look, ah, si il est joli. Je pensais qu'ils allaient la louper. Les cheveux trop courts ou pas une mauvaise teinte. Même ici au Maroc, ils font bien la coiffure. Ouais, on sait jamais. Hein, mais l'image, ils ont pas. Il m'a dit que ça va pas sortir. Ah ouais. Ils ont essayé. Oui, foncée, non, non, ils ont essayé une petite mèche tout seul avant qu'ils commencent à travailler. Et elle est sortie orange. Voilà. Bah heureusement t'es pas mis en orange. Ouais, c'est sorti orange. Non, là ça va, c'est joli comme ça, c'est mieux. T'aimes bien? Ouais. J'ai peur que ça soit trop court. En plus, tu m'as dit que t'allais couper, j'aime pas quand tu coupes. Non, ça... préfère, non, non, là tout de suite c'est dégradé, il est bouclé. C'est... Ouais, il a coupé juste un petit peu. Mais moi j'aime pas trop les cheveux longs. J'aime pas ça. Ouais, moi j'aime les cheveux longs et ça te va. Non, moi ça me va. Si, c'est mieux les cheveux longs. Ah, j'aime pas. Moi, arrête. C'est vrai, j'aime pas trop. Voilà. En plus, cheveux, les cheveux courts, c'est plus facile à entretenir. Oui, je sais. Ah bah voilà. Ouais, mais une fille, c'est plus joli les cheveux longs que courts. Hein? Une fille, c'est plus joli les cheveux longs que courts. Ouais. Si non, tu... ça fait pas garçon comme ça. Mais ça non, regarde, femme. Là, c'est pas garçon. Désolé, regarde les cheveux, regarde ce cadre-là. Ça va. Là, là tu es bien. Là, ça va. Voilà, mais pas plus. Non plus après j'aime pas. C'est trop court. Voilà, بنات هذا هو اللوك ديالي اللي درتو في المغرب قبل ما نمشي ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى يكون عجبكم وتكونوا عجبكم الفيديو. فوالا نقول لكم السلام عليكم ونشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم. سلام.